السبتة ومليليا، جغرافية مغربية وسيادة إسبانية. تقع مدينة سبتة البالغ مساحتها حوالي 28 كيلومتر مربع في أقصى شمالي المغرب على البحر الأبيض المتوسط. وقد تعاقب على احتلالها البرتغاليون سنة 1415، يليهم الإسبان سنة 1580. أما مليليا الواقعة في الشمال الشرقي للمغرب والبالغ مساحتها 12 كيلومتر مربع، فتديرها إسبانيا منذ سنة 1497. وقد أصبحت المنطقة منذ سنة 1992 تتمتع بصيغة للحكم الذاتي داخل إسبانيا بقرار البرلمان الإسباني سنة 1995، وهي صيغة لا تتضمن إقامة برلمان مستقل، بل جمعية ثم مجلسا للحكومة ورئيسا، ويحمل النواب 25 في الجمعية صفة مستشارين. أطلق الفاتيكان بعد سقوط الأندلس بيد إسبانيا دعوة للسيطرة على الساحل المتوسطي للمغرب والبرتغال في الساحل الأطلسي. وقد تعددت المحاولات التاريخية للمغرب لاستعادة المنطقة، منها محاولة المولى إسماعيل في القرن السادس عشر ميلادي، حيث حاصر المغاربة مدينة سبتة دون أن يتمكنوا من استعادتها. ثم محاولة السلطان محمد بن عبد الله سنة 1774 محاصرة مدينة مليليا من غير جدوى. وتبقى أبرز المحاولات المعاصرة هي ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي والحروب التي خاضها بين سنتي 1921 و1926 ضد القوات الإسبانية في شمال المغرب. أطلقت إسبانيا أعمال تسييج للمنطقة الفاصلة بين مليليا ومدينة الناظور المغربية سنة 1998 بشريط مزدوج من الأسلاك الشائكة بارتفاع يصل إلى 4 أمتار وطول 6 كيلومترات. تعمل إسبانيا على جعل معالم المدينتين أكثر انسجاما مع الجو الإسباني، وتعمد إلى انتهاج أساليب عديدة عن طريق الترغيب مرة بإغراء الشباب المغاربة من أهالي سبتة ومليليا لحمل الجنسية الإسبانية مقابل الاستفادة من منح التجنس وتسهيلات أخرى كالحصول على عمل والإعفاء من الضرائب التجارية، أو بالترهيب مرة أخرى عبر التضييق ومنع بناء المساجد أو فتح المكاتب القرآنية. وقد أطلقت إسبانيا أعمال تسييج للمنطقة الفاصلة بين مليليا ومدينة الناظور المغربية سنة 1998 بشريط مزدوج من الأسلاك الشائكة بارتفاع يصل إلى 4 أمتار وطول 6 كيلومترات، وهو مجهز بأحدث وسائل المراقبة التكنولوجية بتمويل أوروبي إسباني، ويعد الثاني من نوعه بعد السياج المزدوج الذي أقيم على الحدود بين سبتة والمغرب. لتتحول نقطة الحدود المسماة باب سبتة بين سبتة والمغرب منذ بداية التسعينيات إلى حدود جغرافية الاتحاد الأوروبي مع المغرب. وتلفت الزائر إلى المنطقة تلك اللوحة الكبيرة التي كتب عليها أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي. وتبقى الملفات العالقة بين المغرب وإسبانيا متعددة، بداية بسبتة ومليليا وانتهاء بجزيرة ليلى أو جزيرة طورا حسب التسمية التي يرى المغاربة أنها الأصح تاريخيا. ويعكس ذلك وضعا يسميه بعض المحللين المغاربة علاقة العداء الودي بين المغرب وإسبانيا.